ينضم إلينا من رام الله فراس طنينة، الكاتب والباحث السياسي. سيد فراس، أهلا بك معنا على شاشة الغد. يقال بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو افتتح اجتماع مجلس الحرب بمهاجمة الوفد الإسرائيلي المفاوض يوم أمس الأحد، فما الحكاية؟ نعم، يعني يبدو أن نتنياهو يحاول أن يبعد الأنظار قدر الإمكان، أنظار المجتمع الإسرائيلي قدر المستطاع عن ما يجري في صفقة التبادل. هذه الصفقة هو لا يريدها بعد أن فشل في جر المنطقة إلى حرب إقليمية بعد توجيه ضربة عسكرية إلى السفارة الإيرانية أو القنصلية الإيرانية في سوريا، والرد الإيراني والرد الإسرائيلي اللاحق. بعد أن فشل في ذلك يحاول اليوم أن يبعد نظر المجتمع الإسرائيلي عن الصفقة. لماذا؟ لأن نتنياهو لا يريد أن تتم هذه الصفقة، ولا يريد أن يقوم باسترداد جثامين الجنود الموجودين لدى المقاومة أو الأسرى الأحياء. بالتالي هو يرى أن الوفد المفاوض الإسرائيلي الذي بدأ يتحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية وبات يهدد السردية التي يقدمها نتنياهو من خلال خطاباته المتعددة، وبالتالي بدأ يهاجم هذا الوفد ويتهمه بأنه يسرب محاضر الاجتماعات. واضح تماما أن الخلافات كبيرة بين نتنياهو وبين أعضاء الوفد المفاوض الذين يطالبون بمزيد من الصلاحيات من أجل يعني إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال والولايات المتحدة من جهة. وبالتالي يسعى نتنياهو إلى أن يشكك في قدرة هذه اللجنة على تحقيق الإنجازات، ويواصل إلقاء التهم على حركة حماس بأنها لا تزال متصلبة في مواقفها وآرائها. نعم. رغم أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أن الخلاف الوحيد يتمثل في أن حماس لا تزال حتى هذه اللحظة تصر على وقف كامل لإطلاق النار، في حين أن نتنياهو يريد وقفا مؤقتا ليس إلا ومن ثم تعاد الحرب. بمعنى أن نتنياهو وكل الحكومة الإسرائيلية اليمينية وحتى كابينة الحرب والجزء الأكبر إن لم يكن جميع المجتمع الإسرائيلي يريد هدنة تقود إلى الإفراج عن الأسرى الأحياء وجثامين الجنود والمستوطنين القتلى لدى المقاومة الفلسطينية، ومن ثم فلتحرق غزة على من فيها. هذا الأمر لا يعني المجتمع الإسرائيلي. الحراك في المجتمع الإسرائيلي يقوم على أساس استعادة الأسرى وجثامين الأسرى. بالتالي نتنياهو يحاول أن يختلق المشاكل ومن أجل أن يطيل أمد هذه المفاوضات، خاصة أننا نتحدث عن أن موضوع المفاوضات توقف الحديث به لمدة 12 يوما. بمعنى أن نتنياهو يحاول إبعاد النظر المجتمع الإسرائيلي والعالم قدر الإمكان عن ملف الأسرى، وهو يسعى إلى استمرار هذه الحرب بغية الوصول إلى صيد ثمين أو تحقيق إنجاز عسكري يجعله يقدم نفسه للمجتمع الإسرائيلي بأنه بطل حرب، ويبعد رقبته عن مقصلة المحاكمات التي تنتظره في القريب العاجل. لا سيما أن الشارع الإسرائيلي بدأ يتحدث ويطالب بصوت عال جدا بضرورة إجراء انتخابات مبكرة في الكيان للكنيست. هذا الأمر وفقا لاستطلاعات الرأي إنه يعني أن المعارضة الحالية هي التي ستقود الحكومة وستشكل الحكومة المقبلة. أما نتنياهو فإن حزبه الليكود سيكون خارج الحكومة، أي في مقاعد المعارضة. هذا الأمر يعني انتهاء حياة نتنياهو السياسية، وهو بالمناسبة صاحب أطول عمر في حكومة الاحتلال حتى هذه اللحظة. ليست المرة الأولى تقريبا سيد فراس أن يعبر بنيامين نتنياهو عن تضايقه الشديد من
نشر أو تسريب أي تفاصيل ومعلومات ترد في اجتماعات مجلس الحرب لوسائل الإعلام أو للرأي العام، بل حتى أنه فكر في وقت سابق بأن يخضع الوزراء لجهاز كشف الكذب بخصوص ذلك. لماذا لدى بنيامين نتنياهو هذه الحساسية المفرطة بشأن الموضوع؟ لأن نتنياهو يقدم أكاذيبه في سردية يحاول من خلالها إقناع المجتمع الإسرائيلي بأنه يسعى إلى استعادة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يريد هؤلاء الأسرى، على الأقل لا يريدهم أحياء، يسعى إلى إطالة أمد هذه الحرب، يسعى إلى قتل كل ما هو فلسطيني. هل تعتقد بأنه يقول ذلك في الاجتماعات المغلقة بهذا الشكل؟ بكل تأكيد، يعني رغم عدم تجانس حكومة اليمين المتطرف أو الكابينة الحربي، إلا أن هناك اتفاق على أن لا دولة فلسطينية، اتفاق على استمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. حتى جانس الذي يراه بعض المسؤولين الأمريكان والأوروبيين بأنه الأكثر ليبرالية، فإنه لا يختلف كثيرا في تصريحاته ومواقفه عن نتنياهو. هناك قناعة سياسية لدى المجتمع السياسي الإسرائيلي وحتى لدى المجتمع الإسرائيلي بأن الفلسطينيين يجب أن لا يبقوا على هذه الأرض. هناك قناعة كبيرة سواء من المتدينين أو غير المتدينين بأن هذه هي أرض الميعاد، هذه أراضي يهودا والسامرة، وهذا ما يتحدثون عنه خاصة هنا لدينا في الضفة الغربية. لا يسمونها بأنها ضفة غربية، بل يسمونها بأسماء يهودا والسامرة، بمعنى أن الخلافات هي خلافات آلية التعامل مع الفلسطينيين. أما القناعة بضرورة طرد الفلسطينيين وبتحقيق النبوءة الكبرى بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، هي لا تزال في المخيال الجمعي للمجتمع الإسرائيلي، لا يمكنهم التخلي عنه. ولكن الفروقات مثلا في أن بن غفير وسموتريتش ويوحنا يرون بضرورة تسريع هذا الأمر، وهو فعلا ما يقومون به على أرض الواقع، تحديدا هنا في الضفة الغربية حيث المكانة الدينية الأكثر قدسية لدى في التوراة، بالتالي يسعون إلى إقامة مزيد من المستوطنات ومهاجمة المواطنين الفلسطينيين وقتلهم أو طردهم. بالتالي هذه الأحاديث بكل تأكيد تدور داخل الكابينة الحربي والحكومة الإسرائيلية، ولكن محاولة الوقوف عند الأخطاء وتصيد الأخطاء بين هذه الحكومة غير متجانسة، لا سيما نتنياهو حيث ينافسه جانس على رئاسة الحكومة، وأيضا الخلافات ما بين نتنياهو وجانس على رئاسة حزب الليكود وهو الحزب الأكبر حاليا في الكنيسة، وبالتالي هذه الصراعات تجعل بأن هناك محاولات لتسريبات لوسائل الإعلام، لا سيما أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لها تأثير كبير على المجتمع الإسرائيلي وهي تصدق هذا الإعلام. بالتالي هذه التسريبات بكل تأكيد تصل إلى الإعلام وتصل إلى الشارع الإسرائيلي. لذلك نتنياهو يشعر أن أكاذيبه وسردياته التي يقدمها تتعارض مع ما يتم تقديمه للإعلام عبر هذه التسريبات حيث تبدو متناقضة. ولكن بشكل عام لا أعتقد أن هناك خلافات كبيرة في التعامل مع القضية الفلسطينية سواء من قبل اليمين أو اليسار، إن جاز هذا التعبير في المجتمع الإسرائيلي. قلت قبل قليل